السلام عليكم. يسأل البعض لماذا نصلي؟ لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة؟ والله سبحانه وتعالى هو غني عنا وغني عن عبادتنا. إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالصلاة، والصلاة هي وصفة ربانية فيها كل الخير وكل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا الحكمة من الصلاة في الكثير من الآيات في القرآن الكريم، وأيضا قد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحاديث أهمية الصلاة والحكمة منها. فنذكر قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإنك إن كنت تواظب على الصلوات الخمس فإنك ستكون في حالة من الذكر الدائم، والذكر هو خلاف الغفلة، فمن كان في حالة من الذكر يصعب عليه أن يقع في الغفلة، لأن الغفلة تؤدي إلى المحرمات، تؤدي إلى الفحشاء والمنكر. فإذن الصلاة هي حماية ووقاية من الوقوع في الغفلة التي تؤدي إلى الوقوع في الفحشاء والمنكر. والصلوات الخمس يغسلن الخطايا، أي صغائر الذنوب، بين كل صلاة وصلاة، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فإذن نحن نحتاج إلى الصلاة، والله سبحانه وتعالى لأنه يحبنا وهو يرحمنا قد وصف لنا الصلاة صلوات الخمس، وهي فيها كل الفلاح والنجاح للإنسان في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.